مساء الخير على كل مشاهدي اون تايم سبورتس، يوم جديد وحلقه جديده من بي اون تايم. هكون مع حضراتكم دلوقتي للساعه 1:30 باذن الله. النهارده في الحقيقه في الدوري المصري يوم حافل بالمباريات، 4 مباريات النهارده وفيهم مباريات مهمه جدا. اكيد النقطه دلوقتي بتفرق مع اي فريق، وخصوصا الفرق اللي في متزايله ايه جدول الترتيب. خليني اقول لحضراتكم الماتشات النهارده اللي بتبتدي الساعه 3 انبي النهارده مع الاسماعيلي، والساعه 5:30 سموحه مع المصري، الساعه 5:30 ايضا طلائع الجيش مع وادي دجله، والساعه 8 اخر مباراه النهارده هتكون بيراميدز وحرس الحدود. دي مباريات النهارده اكيد هيكون فيها مباريات قويه جدا، وزي ما قلت لحضراتكم الفرق المتزايله الدوري والهروب من شبح الهبوط، اي مباراه قادمه اكيد بتفرق معاه بشكل كبير، واي نقطه دلوقتي بتفرق معاه. النهارده سؤال حلقتنا على السوشيال ميديا، مين هو افضل مدير فني في الدوري المصري حتى الان؟ طبعا في اجنبي وفي مصري، ولكن من وجهه نظركم مين الافضل؟ اكيد ان شاء الله هقول اجاباتكم خلال حلقتنا، واللي شايفينه ان هو فارق جدا في القياده الفنيه مع الفريق، وعامل شكل وعامل روح وعامل اداء ونتائج. هنتظر طبعا اجاباتكم وهقولها باذن الله خلال حلقتنا. اخبار كتير جدا على الساحه الرياضيه، ولكن خليني اقول لكم النهارده ايه ابرز عناوين الاخبار. فايلر يتلقى عرضا مغريا من السعوديه مقابل 6 ملايين دولار في موسمين. والزمالك يعلن تغريم احمد الشناوي 8 ملايين جنيه او الايقاف الفوري رسميا. الزمالك يرفض رحيل مصطفى محمد إلى فنربخشة التركي مقابل 2.5 مليون يورو. وبيراميدز يقدم شريف إكرامي في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل. الترجي يتوج بالسوبر التونسي على حساب الصفاقسي للمرة الثالثة على التوالي. المحمدي وتريزيجيه في مهمة صعبة مع أستون فيلا أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي. أخبار كتير جدا على الساحة الرياضية، ولكن خليني أقول لكم يعني أبرز الأخبار. طبعا الكلام عن فايلر، هل فايلر مكمل مع النادي الأهلي ولا لا؟ في أخبار مؤخرا بدأت في الحقيقة تبقى موجودة على الساحة الرياضية إن فايلر بيتلقى عرض مغري من السعودية مقابل 6 مليون دولار في موسمين. الخبر بيتكلم ان في عرض سعودي مقدم لفايلر لاداره احد انديه الدوري السعودي، وفي الحقيقه المبلغ او العرض المقدم لفايلر هو 6 مليون دولار في موسمين، هيحصل خلالها ايضا كمان على مقدم تعاقد ب1 مليون دولار من قيمه العقد خالصة بعيد عن الجهاز الفني اللي هيساعده واللي هيحصل على الراتب اللي بيحدده المدرب، بخلاف امتيازات أخرى. الامتيازات الأخرى طبعا اللي هي المكافآت الخاصة بالبطولات اللي هيشارك فيها النادي. وفي الحقيقة يعني المدير الفني للنادي الأهلي لسه ما حسمش أموره، ولسه ما يقدرش يتكلم دلوقتي خالص، لسه عنده مهمة في أفريقيا أكتوبر القادم، وهتكون طبعا هو خلاص حسم الدوري المصري، ولكن البطولة الأهم للنادي الأهلي هي أفريقيا اللي هتكون مبارياتها في أكتوبر بإذن الله. فايلر حتى الآن طبعا مع النادي الأهلي، يعني الاجتهادات الصحفية أكيد ما فيش دخان من غير نار، ولكن هل فايلر هيكمل مع الأهلي ولا لأ؟ ده اللي هنشوفه مع النادي الأهلي، وهنشوف كمان إدارة النادي الأهلي هتتعامل مع الأمر إزاي. هل وجود فايلر مع الأهلي خاص بأفريقيا ولا لأ، بطولة أفريقيا أو حسم لقب أفريقيا ولا لأ؟ أكيد ده اللي هيبان من خلال النتائج. الاحتفال باليوم العالمي للسلام، السلام لما نقول السلام لازم يبقى في يوم خلال السنة بنحتفل بيه، وفي الحقيقة مدينة الإسماعيلية النهاردة بتحتفل باليوم العالمي للسلام. خلينا نعرف تفاصيل أكتر وإيه يعني تفاصيل الاحتفالية باليوم العالمي للسلام في الإسماعيلية مع مراسلنا شريف عادل. مساء الخير عليك يا شريف.
تحياتي ليك يا اميره ولكل مشاهدي اون تايم سبورت في كل مكان من داخل محافظه الاسماعيليه. يمكن محافظه الاسماعيليه شهدت النهارده فعاليات طبعا يوم السلام العالمي تحت رعايه وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، في وجود معالي الفريق سياده الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس ومحافظ الاسماعيليه اللواء شريف بشاره. يمكن فكره يوم السلام العالمي النهارده من محافظه الاسماعيليه تمت بالتنسيق ما بين طبعا الاتحاد المصري للغوص والانقاذ بمبادره قدمها القبطان ولاء حافظ ان يوصل رساله سلام من داخل محافظه الاسماعيليه في اجواء رياضيه. قدم الفكره بالتاكيد وتم التصديق عليها، الكل النهارده شارك في فعاليات اليوم بشكل ايجابي، كان يوم جميل، الكل عبر عن رساله السلام من داخل محافظه الاسماعيليه. كان لينا بالتاكيد لقاءات مع الحضور، الكل كان سعيد جدا بالمشاركه في هذا الحدث. 21 سبتمبر رساله سلام تمت من داخل محافظه الاسماعيليه في اجواء جميله. يمكن الكابتن او القبطان ولاء حافظ قال طبعا زي ما بنقول مقترح هذه الفكره، اتكلمنا معاه وقال انها تعتبر بالتاكيد من اسعد لحظات حياته الاستجابه لهذا الحدث والمبادره اللي هو قدمها، وقال ان في افكار ثانيه هتتقدم خلال الفتره اللي جايه. يمكن المشاركه النهارده كانت من المنظومه الرياضيه للاتحاد المصري للغوص والانقاذ، وكتبوا كلمه سلام كده باللايف جاكيت، يعني كانت اجواءها جميله جدا، واكد ان في احداث هتتم خلال الفتره اللي جايه ومش دي هتبقى الرساله الاولى، لا يبقى في رسائل باستمرار هتتم. يمكن الاتحاد المصري للغوص والانقاذ عنده بعض الاحداث ايضا خلال الفتره اللي جايه سيتم تنفيذها. دي كانت اجواءنا ورسالتنا من داخل محافظه الاسماعيليه، والان العوده ليك يا اميره، تفضلي. شكرك، شكرا جزيلا طبعا مراسلنا الشريف عادل. وجميل جميل طبعا ان يبقى في احتفاليه زي دي، والاحتفال باليوم العالمي للسلام. يا رب السلام يسود العالم كله ونرجع عليه امورنا الطبيعيه وحياتنا الطبيعيه، وتبعد عنا الكورونا، تروح ما ترجعش تاني. طيب خليني اقول لحضراتكم كمان اخبار نادي الزمالك. الاسبوع اللي فات اتكلمنا ان خلاص لجنه التظلمات بتحسم، او كان في جلسه وفي قرار نهائي خاص بالشناوي. بالفعل تم تغريم، او الزمالك بيعلن تغريم احمد الشناوي 8 مليون جنيه او الايقاف الفوري. رسميا الموقع الرسمي لنادي الزمالك نشر قرار لجنه التظلمات اللي كنت لسه بقول لحضراتكم عليها في اتحاد الكره بشأن قضية الشناوي حارس مرمى بيراميدز. وجي بيان الزمالك قالوا أصدرت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم قرار نهائي بإلزام الشناوي حارس الزمالك السابق، وخلف سنتين من وقت انتقال الشناوي لبيراميدز، وفي مشكلة طبعا ما بين الزمالك والشناوي تم الحسم فيها، والقرار هو 8 مليون جنيه أو الإيقاف لأجل غير مسمى. سؤالنا النهاردة كان على السوشيال ميديا، مين هو من رأيك هو أفضل مدير فني في الدوري المصري؟ خليني أقول لحضراتكم بعض أراءكم على السوشيال ميديا. صيام كتب وقال من وجهة نظري إيهاب جلال عمل ريمونتادا مع المقصة في وقت صعب جدا، في وقت ما كان الفريق بيمر بظروف صعبة في مراكز متأخرة. وعبد الرحمن ضاحي كتب عماد النحاس ومختار مختار. بسام عادل كتب عماد النحاس وفي الفترة الأخيرة كشري بأقل الإمكانيات. وحسام محمد كتب عماد النحاس بلا جدال يستحق التحية والتقدير. عمرو مدحت قال كابتن عماد النحاس من أفضل مدربين الدوري المصري بدليل أنه بيحارب على المربع الذهبي مع بيراميدز والزمالك. وأحمد عبد الرحمن آخر واحد كتب معانا، أولاً أجنبي فايلر، ثانياً مصري مستوى ثابت عماد النحاس، ثالثاً بعد كورونا كشري. الحقيقة عجبني جداً يعني إن متابعينا متحمسين للمدربين المصريين. المدربين المصريين فيهم مدربين على أعلى كفاءة، مش لازم أبقى جايب أجنبي أو خواجة عشان يقدر يصنع معايا الفارق، لا، المنتج المصري منتج محترم بيقدم أداء قوي. وفي الحقيقة متحمسة جدا للمدربين المصريين، كابتن إيهاب جلال حدث ولا حرج مع مصر المقاصة، كابتن عماد النحاس كان ليه تجربة قبل كده سابقة مع أسوان وكمان مع المقاولين عامل شغل ولا أربع، الكابتن أحمد كشري مع أسوان في الحقيقة يعني ماسك في الدوري ومثبت بأقل الإمكانيات. كده
خلصت فقرتنا الأولى. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نبتدي أولى فقراتنا الحوارية مع أستاذ أمجد الغنيمي مدير تحرير موقع الأهلي .com ومسؤول المركز الإعلامي باتحاد السلة، بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، أولى فقراتنا الحوارية. منوراني بي أون تايم الأستاذ أمجد الغنيمي ومدير تحرير موقع الأهلي .com ومسؤول المركز الإعلامي باتحاد السلة. مساء الخير على حضرتك. مساء النور، عاملة إيه؟ الحمد لله. أستاذ أمجد، يعني حابة أبتدي معاك في البداية بآخر حاجة اتكلمت فيها في الإنترو. الخبر الخاص بنادي الأهلي وفايلر. فايلر في خبر كان معايا إن في عرض سعودي لفايلر ب 6 مليون دولار في موسمين، بخلاف مليون دولار وبخلاف المكافآت والبطولات. في الحقيقة الخبر متكلم في تفاصيل، ولكن حابة أسأل حضرتك قبل ما أسألك عن حقيقة الخبر وإيه الكلام المتداول، هل أخبار زي دي في التوقيت ده مش كويسة بالنسبة للنادي الأهلي؟ يعني شفنا الدروب اللي حصل لنادي زمالك بعد رحيل كارتيرون في أول مباراة لي أمام أسوان، ولكن الأهلي خلاص حسم الدوري ولكن عنده أفريقيا وده الأهم بالنسبة له. مفهوم. هو في البدايه حابين ان احنا بنتكلم ان يعني بنبارك للنادي الاهلي التتويج بدرع الدوري، دي حاجه. الحاجه الثانيه فكره ان اي مدير فني ناجح او بيقدم مستويات كويسه مع فرقته ايا كان بيلعب في انهي دوري في انهي بطوله في انهي مسابقه، طبيعي ان هو يكون بيجي له عروض ثانيه من انديه ثانيه، الناس هتبقى حابه ان هي يكون بتتعاقد معاه. سمعنا عن عروض من سويسرا لفايلر، سمعنا عن عروض من مصر هنا لبيراميدز وانديه ثانيه لفايلر، سمعنا من السعوديه وسمعنا من الامارات كمان. بس الفكره ان احنا على حسب المعلومات المتاحه يعني ان لا، هو الراجل مكمل، هو حابب ان هو يكون مكمل يكمل عقده. الاتفاق كان في الاول قبل الكورونا كان ان هو يبقى بيجدد لسنتين، لظروف الكورونا ولظروف ان الدنيا مش واضحه او الرؤيه في المواسم الجايه ما كانتش واضحه قوي في عز الازمه بتاع الكورونا، الموضوع بدل ما كان موسمين بقى موسم واحد. ففكره ان هو يكون بيمشي انا ما برجحهاش بصراحه جدا، انا شايف ان الراجل حابب ان هو يكون موجود في الاهلي، حابب ان هو يكمل. كان جاله عروض اوريدي فعلا في ايام التعاقد او ايام التجديد دوت لما كان موجود في سويسرا كان عنده عروض، بس هو فضل ان هو يكون موجود في النادي الاهلي. فده بيدي رؤيه شويه او بيدي مؤشر شويه ان الراجل دوت حابب ان هو يكمل في النادي، هو حابب الاجواء. وحتى هو في المؤتمر الصحفي في اخر مباراه كان بيتكلم بعد مباراه مصر والمقاصه لما اتسال عن موضوع الشائعات بتاعه رحيله، كان بيتكلم ان هو في شائعات كتير في مصر بتتكلم عن الموضوع ده وهو ما بيحبش يتكلم عن الشائعات. هو واضح ان هو راجل صريح جدا، لو في حاجه عايز يتكلم فيها يبقى بيتكلم فيها، هو قادر يلم الفرقه. انا شايف ان هي مش هتبقى بتاثر على الفرقه باي شكل من الاشكال، خصوصا ان هي الفتره اللي فاتت احنا شايفين ان اللعيبه بجهاز فني بمسؤولين بعيدين شويه عن السوشيال ميديا وعن الكلام اللي بيتقال في الاخبار، ومع ذلك الفرقه محافظه على نفسها. فانا شايف ان هي من ناحيه ان هي تاثر على الفرقه او ما تاثرش، لا مش شايف ان هي تاثر. اللعيبه بتاعت الاهلي عندها خبرات كافيه قوي ان هي ما تبقاش بتتاثر باخبار زي ديت. الجهاز الفني مدير فني محترم، مدير فني اجنبي عنده منتاليتي كويسه جدا ان هو ازاي يتعامل مع الاعلام، فشايف ان هو مش هيبقى بيتهز او هيبقى بيتاثر بتقارير زي ده. طيب هل استمرار فايلر مع النادي الاهلي من عدمه مرتبط ببطوله افريقيا؟ لو على رايي الشخصي انا شايف ان هو حتى لو لا قدر الله الاهلي خسر بطوله افريقيا، فعلى المستوى اللي الاهلي قدمه مع فايلر قبل الكورونا، لا هو الراجل ده عنده مشروع حابب ان هو يعمل حاجه، في جمل موجوده في الملعب، في شخصيه للفرقه بقت موجوده عن الاول عن الفترات اللي فاتت، مع كمان مع المدربين الاجانب. الاهلي في فتره صغيره غير عدد من المدربين الاجانب ودي حاجه جديده عليه او ما كانتش موجوده في السنين اللي فاتت. شايف ان هو لا، هو حابب ان هو يكون موجود ومكمل. لا يعني مش حاسس ان هو الموضوع هيبقى مرتبط بافريقيا، لا هو الاهلي شايف ان هو فايلر مشروع لمدير فني يبقى بيكمل زي جوزيه او زي حد يبقى قاعد 3 4 مواسم بيبني فرقه بان هو يبقى بيسيطر على افريقيا في الفتره الجايه. الاهلي بقاله سنين غايب عن البطولات الافريقيه، فاعتقادي وعلى حسب ما انا عارف ان هو لا، الموضوع مش مرتبط ببطوله افريقيا. اكيد نتمنى ان الاهلي يتوج ببطوله افريقيا وان هو ينجح في العوده للمنصات، بس لا لو هتساليني ان هي مرتبطه لا. طب قلت لي فايلر ما قدمه قبل كورونا، ايه اللي اختلف بين فايلر قبل كورونا وما بعد كورونا؟ بعد كورونا واضح للكل ان المستوى مش هو هو، اداء اللعيبه في الملعب مش هو هو، مفيش جمل باينه قوي زي الفتره اللي فاتت قبل كورونا.
بس ده ليه مباجات كتير جدا. بتتكلمي في لعيبه نفسها، الكواليتي بتاع اللعيبه، في لعيبه كتير بقت مصابه، في لعيبه مشيت، في لعيبه بقت خارج الحسابات، مستوى لعيبه نفسها مهزوز. فانت بتتكلمي ان الخيارات او البدائل اللي موجوده قدام الراجل في الملعب ما بقتش زي موجوده زي قبل الكورونا، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان شفنا كورونا اثرت على كل الفرق اللي موجوده في العالم كله، مش هنتكلم عن مصر، يعني لو بنتكلم على مستوى البروفيشنال وعلى مستوى الاعداد البدني والنفسي والفني لفرق اوروبا كله متاثر، مش هتبقى واقفه على الانديه المصريه بس. فلا، بعد الكورونا الوضع مش زي الاول، طبيعي ان هو يكون مقلق شويه او يخلي الناس تبقى حاسه ان هو في حته قلق، لكن بشكل عام لا، الراجل ده لما توفر له عناصر متاحه بكواليتي كويسه وكانت ظروف كويسه وما كانش في اي حاجه معطله تدريبات، معطله الذهن بتاع اللعيبه، لا كان في شكل كبير جدا في الملعب. وده واضح، الاهلي مخلص الدوري قبل الجولات ست سبع جولات، ومن الدوري الاول الناس كانت بتتكلم خلاص ان الاهلي حسم بطوله الدوري. حسم الدوري مبكرا قد ايه هيفرق مع الاهلي في ان هو من دلوقتي يبتدي خلاص فوكس على دوري ابطال افريقيا؟ احنا بنتكلم الاهلي قدامه حوالي شهر من دلوقتي، من بعد ما الاهلي توج بشكل رسمي بعد خساره الزمالك من اسوان بشكل رسمي، الاهلي بقى بطل الدوري. لا، هنبدا بقى نشوف حد زي حسين الشحات يبدا يخش تدريجي، بدل لو كان الاهلي لسه ما خلصش منافسات كان هيبقى فيها ريسك شويه ان انت تدخل لعيب بقاله كام شهر مصاب في الملعب. كهربا بعد ايقاف تقدري ان انت تنزليه من اول الماتش، تقدري تشوفيه، تقدري تريحي لاعب زي علي معلول. ليه ما نريحش حد زي محمد الشناوي ماتش او ماتشين، ونبقى مننا ان احنا بنشوف اللعيب رقم 2 او الحارس رقم 2 في ظل اصابه علي لطفي اللي بنتمنى له الشفاء، ان احنا نشوف حد زي مصطفى شوبير. ليه ما نتفرجش عليه ونشوفه في ماتش او ماتشين يكونوا خفاف شويه مش تقال، يعني سواء في الكاس او ماتش مثلا قصاد نادي مصر مع احترامنا للانديه، بس ماتشات مش بنفس القوه قصاد بيراميدز او قصاد مقصه او قصاد انبي او الفرق اللي زي دي. فلا، نريح بعض اللعيبه شويه، اللعيبه تبقى المدير الفني نفسه يبقى بيحاول ان هو بيطبق اللي عايز يعمله في ماتش الوداد. الوداد والرجاء عندهم ماتش يوم الخميس، ماتش مهم جدا للزمالك والاهلي ان هم يشوفوا الفرقتين قصاد بعض هيبقوا عاملين ازاي في بطوله الدوري. تبدا تطبق الفكر اللي انت عايز تطبقه في ماتش السيمي فاينل، في ان انت تبدا تنفذ جمل وتنفذ حاجات، وتبدا تشوف العناصر اللي انت ممكن تدخلها زي ما اتكلمنا في حسين الشحات وزي كهربا، بادجي ياخد فرصه اكبر. فانا شايف ان دي اهم الفوائد اللي هتبقى بتعود على الاهلي، ان هو حسم الدوري قبل شهر تقريبا من السيمي فاينل افريقيا. طيب، في اسماء كمان مطروحه لانضمامها للنادي الاهلي، وبدات الاسماء تطلع بقى والكلام كتير في الحقيقه. من ضمن الاسماء اللي طرحت يوسف البلايلي، مفهوم ان هو بيقترب من الاهلي، ايه حقيقه الاخبار دي؟ هو الموضوع مجتزئ لكذا حاجه. اول حاجه، هو لغايه دلوقتي مفيش عرض رسمي طلع من النادي الاهلي لاهلي جده السعودي تماما. الموضوع كله مقتصر على المفاوضات بشكل ودي. انت طبيعي معروف ان انت في الاول بتحاولي تجسي نبض اللاعب والنبض النادي المسؤول عنه، تبداي تشوفي ايه هو الطلبات الماديه للناديين، وتبداي تشوفي انت كامكانياتك الماديه تقدري تقدمي اعلى اوفر للاعب وللنادي. الموضوع لغايه وقتنا هذا الموضوع معقد، مش سهل زي ما بعض التقارير السعوديه او الجزائريه بتتكلم ان هو خلاص اللاعب انهى اتفاقه واهلي جده انهى اتفاقه مع النادي الاهلي. لا بالعكس، يعني انا عارف ان ناس كتير في جمهور الاهلي بتتمنى لاعب بحجم يوسف البلايلي افضل لاعب في بطوله امم افريقيا يكون موجود في النادي الاهلي، بس الوضع الحالي لا، لسه الموضوع معقد شويه. طلبات اللاعب الماديه نفسها كبيره جدا. الاهلي مقدم عرض اعلى من اي عرض مادي بياخده لاعب في النادي الاهلي، حتى لو اللعيبه الاجانب، مقدم عرض كبير جدا. بس برضه فكره ان السوق العربي في منطقه الخليج اللعيبه هناك رواتبهم عاليه جدا، ففكره ان لاعب يرجع لافريقيا تاني ويبقى محتاج ان هو ياخد نفس المقابل المادي اللي بياخده هناك، دي صعب على اي نادي في افريقيا حتى لو اكبر الانديه من الناحيه الماديه كمان. طيب، مركز حراسه المرمى، هل الاهلي محتاج يدعم مع بدايه السيزون الجديد مركز حراسه المرمى؟ لو هنبقى بندعم حراسه المرمى ان حد يبقى بينافس محمد الشناوي، فمش هنلاقي في افريقيا كلها حد يكون بينافس محمد الشناوي ايا كان، سواء مصري، واحنا كده كده في قرار بعدم الاستعانه بحراس مرمى اجانب او غير مصريين، بس حتى لو ده متاح فمفيش حارس يقدر ان هو يقعد محمد الشناوي في الفتره الحاليه. انا في رايي ان احنا ممكن يبقى في تدعيم في الحارس رقم 2. الناس كلها بتتكلم على ان مصطفى شوبير حارس مباشر، لعيبه في قطاع حراس في قطاع الناشئين حراس مباشرين. ممكن، هل انت الحارس رقم 2 عندك في النادي الاهلي ينفع تعتمد عليه من قطاع الناشئين؟ لا، انا شايف ان ممكن ان احنا نكون بنستعين بحد من الحراس اللي موجودين. انا شايف محمود جاد حارس كويس جدا جدا كرقم 2 يكون موجود في النادي الاهلي.
لكن بشكل عام لا، الاهلي داخل سوق الانتقالات الجايه دي ومش هيبقى بيفكر في حراسه المرمى تماما، يعني مش في حساباته خالص. لا لا، لغايه وقتنا هذا مش في حساباته تماما. طب انت بس انت عندك السيزون طويل، يعني ايا كان يعني توقع ممكن يبقى في اصابه، يبقى في كذا للشناوي، مش هيبقى في بقى البديل اللي حتى مثلا 80% من مستوى الشناوي. مفهوم. هو في اقتناع تام بعلي لطفي كحارس رقم 2 ان هو يكون موجود بديل لمحمد الشناوي. انا بقول لك انا على رايي الشخصي او انا اقتناعاتي، يعني انا شايف ان احنا ممكن حارس زي محمود جاد بيقدم مستويات كويسه جدا، صعب ان هو يكون بينافس محمد الشناوي، بس رقم 2 لا، حارس يقدر ان هو يكون رقم 2 في النادي الاهلي. بس هو كنادي الاهلي هم في اقتناع تام بعلي لطفي. اتمنى ان هو ممكن، احنا ما شفناهوش برده مع الجهاز الفني الجديد او المدير الفني الاجنبي، مدرب الحراس اسف الاجنبي يانكون، شفنا تطور كبير جدا في مستوى محمد الشناوي الموسم ده. هو احسن لاعب، مش احسن حارس، هو احسن لاعب في الدوري المصري من وجهه نظري. فوارد ان هو علي لطفي فعلا يكون مع الابجريد اللي حصل في مركز مدرب حراس المرمى، يكون هو دلوقتي بقى مستواه اعلى من ما كنا شفناه اخر مره. فبالتالي لما هيقع في اختبار او نشوفه في اختبار بشكل رسمي، ساعتها ممكن لا خلاص في اطمئنان على الحارس رقم 1 وعلى 2 وعلى 3. فعشان كده في اول الكلام كنا بنتكلم ان بعد حسم الدوري لا، محتاجين نشوف الحارس رقم 2 لو علي لطفي ربنا اتم شفاه على خير، او الحارس رقم 3 اللي هو مصطفى شوبيري اللي هو في الحسابات بعد ما شريف اكرامي يمشي. طيب مباراه الاهلي الاهم الفترة المقبلة هي في دوري أبطال أفريقيا. شايف الأهلي إزاي وهو يعني في أتم استعداده مقارنة بالفريق المغربي؟ طيب، وإحنا شفنا الأهلي والوداد. الوداد عنده شوية مشاكل، اللعيبة في أكتر من لاعب ما جددش تعاقده، شفنا لعيبة مشيت من الوداد، شفنا تغيير في الجهاز الفني، خوان كارلوس جريدو مشي، فالحته هناك من ناحيه الاداريه او ناحيه الاستقرار مش في اتم استقرار بشكل كبير. لو جينا قارناها بالنادي الاهلي لا، النادي الاهلي عنده استقرار، في لعيبه الدنيا تمام، بالعكس ده بيستعيد اللعيبه المصابه، الجهاز الفني لسه مجدد تعاقده من فتره قريبه، ففي استقرار نوعا ما. حتى التقارير اللي بتتكلم ان فايلر هيمشي، بتتكلم ان هو هيمشي بعد بطوله افريقيا كمان يعني. فانت حتى لو الكلام ده صح، فانت في اطمئنان لغايه سيمي فاينل وفاينل دوري ابطال افريقيا. لكن لو من الناحيه الفنيه، انا بصراحه شايف ان مع تذبذب مستوى الاهلي على نفس الوضع بالنسبه للوداد وبالنسبه للرجاء وبالنسبه للزمالك، الوضع مش افضل حاجه فنيا للاربع فرق، وده عائد على ان احنا بعد فتره كورونا الدنيا مش افضل حالاتها بالنسبه لجميع الفرق على مستوى العالم كله، حتى في مصر وفي افريقيا. فانا شايف ان الماتشات دي هتبقى عامله زي ماتشات الاهلي والزمالك، اللي هي هتبقى خارج الحسابات بتاعه المستوى الفني بتاعه الفرقتين. اي ماتش اهلي وزمالك ديربي، اول حاجه بتتقال لا، المباريات دي غير خارج التوقعات وخارج المستوى الفني لاي فرقه. انا شايف ان ماتشات السيمي فاينال هتبقى كده، يعني ما تقدرش تدي افضليه لحد او حظوظه اقوى من الفريق الاخر. لا يعني انا مش شايف لها بصراحه توقعات، خصوصا ان المستوى متذبذب جدا في الفرق كلها، مش في فرقه واحده. شايف ان هي المستويات متساويه للكل، ودي في حد ذاتها مقلقه للاهلي وللزمالك، يعني ان انت داخل نفس المساواه ما بينك وما بين الفرق الثانيه، خصوصا الوضع الجماهيري لسه مش واضح هيبقى فيه دخول جماهيري ولا لا، فلا لسه مش واضح لها يعني. طيب خلينا ننتقل للحديث عن نادي الزمالك. و نادي الزمالك يعني مين دلوقتي، مين الاقرب دلوقتي اللي ممكن، او الاسم اللي بقى مثلا واخد قوه في التدعيمات اكتر، ان هو ده اللي هيجي يمسك نادي الزمالك؟ احنا محتارين يعني، كل يوم بنسمع اسم او اتنين، لسه الدايره حوالين اسماء بعينها، يعني جروس، فيريرا، عندك قال لك كمان كالديرون. كالديرون ده من اول يوم وانا سامع الحوار ده، رغم ان هو ما كانش واخد يعني اهتمام اعلامي كبير، ولكن كالديرون من ضمن الاسماء المطروحه. مين الاقرب؟ هي حته مين الاقرب دي برضه خلينا نبقى بنبص الناحيه الثانيه. الزمالك في وضع محرج جدا، هو داخل على بعد شهر سيمي فاينال افريقيا، وكان عنده استقرار تام من ناحيه كالديرون ان هو مكمل. فكره ان فجاه بعد ماتش الانتاج الحربي بيتكلم في المؤتمر الصحفي وانا خططي للموسم الجاي وان التاجيل في مصلحه الفريق، حسس المسؤولين في نادي الزمالك اصلا يعني ما كانش في حاجه، ما كانش في تقرير اتقال ان هو ممكن يمشي عشان يحسسهم ان هو مكمل. ففي ليله وضحاها تاني يوم الصبح كالديرون عايز يمشي، وراح سلمهم الفلوس حسب ما بيقال، الشرط الجزائي. فده مخلي ان الزمالك، انا لو مدير فني او اي حد مدير فني في الوضع ده وشايف نادي في وقت حرج زي دوت محتاج مدير فني لمده حتى شهرين لو بشكل مؤقت، انا هبقى بطلب اعلى مقابل مادي انا محتاجه، هبقى بطلب اعلى ارقام تعجيزيه انا محتاجها، لان نادي كبير محتاج ان هو يبقى بيدعم بسرعه مدير فني علشان سيمي فاينال افريقيا. ف
فانا شايف ان الوضع احنا اول ما سمعنا اتقال في خلال 24 ساعه يبقى في مدير فني، بعد ال 24 ساعه اتقال في خلال 48 ساعه يبقى في مدير فني، فالوضع عمال كل شويه بيتاخر، كل شويه بنشوف اسامي جروس وافق لا جروس اعتذر، فيريا وافق لا جروس اعتذر، بعد فيريا اعتذر بعد كده بيرجع ان في اسمه بيتداول تاني، كالديرون عمال نسمع عن كميه اسامي كتير جدا. بس انا اتوقع ان لازم في خلال 48 ساعه سواء بقى هيوافقوا على الشروط الماديه اللي اتوقع انها تبقى تعجيزيه بالنسبه لاي مدير فني، بالنسبه له فرصه كبيره ان هو يطلع باعلى استفاده ماديه، خصوصا لو جه وخسر بطوله افريقيا وارد ان هو يمشي تاني. لو جه ما موفقش في خلال الشهر ده ان هو يكسب سيمي فاينل، او لو وصل فاينل ان هو ما يكسبش البطوله، فهيبقى حابب ياخد اعلى مقابل مادي، فيا اما هيوصلوا مع المدير الفني اللي هم عايزينه باعلى مقابل مادي، اما هيبقوا بيشوفوا بدائل تكون اقل شويه من ناحيه الاسم. يعني اكيد الزمالك يعني عايز شويه كده يعلن عن اسم المدير الفني بالزبط. وكل ما يعني ما الوقت بقى اقرب بقى افيد لنادي الزمالك بالزبط. ولكن الكواليس اكيد فيها تعثرات زي ما حضرتك بتقول. ما انا زي ما بقول لك احنا كل شويه عمالين بنسمع تقارير، فيريا في الاول راح، بعد كده لا اعتذر، بعد كده اسمه بالليل بدا يتداول تاني، جروس كان هو اقرب مدير فني ان هو يكون بيرجع تاني، سمعنا باتشيكو. الفكره برضو ان انت بتبص لها من ناحيه المديرين الفنيين دول كله اغلبهم مشي بمشاكل موجوده في النادي، اغلبهم مشي بشكل او باخر ما اعجبش اداره الفريق او ما اعجبش الجماهير نفسهم، فهل ده هيبقى فيه قبول ان ده يرجع تاني؟ ما هو ده اللي بيخليني افكر ان اللي مشي بمشاكل او زي ما حضرتك بتقول يبقى هيبقى فيه اسم تاني خالص، يعني ممكن يبقى فيه، هل ممكن يبقى فعلا اسم غير كل الاسماء اللي احنا سمعناها دي؟ اظن هيبقى صعب لان هي التاكيدات بنسبه يعني فيها ثقه في الكلام وفي التصريحات بنسبه كبيره جدا، سواء جروس سواء فيريرا سواء باتشيكو سواء بعض الاسامي الثانيه باستثناء كالديرون وبعض الاسامي اللي بدات تظهر ان هي ما كانتش في الزمالك الفتره اللي فاتت، الاسامي دي كانت مرشحه بقوه جدا، حتى رئيس نادي الزمالك امبارح اكد ان هو كان في مفاوضات فعلا مع جروس. كلنا فاكرين مشاكل جروس لما مشي من النادي من نادي الزمالك اسف، التصريحات بعديها كانت عامله ازاي او الشكل كان طالع عامل ازاي، فلا اتوقع ان مش هيبقى في مشكله، حتى لو في مشاكل مع المدير الفني ان هو مشي بمشكله اتوقع ان هو ممكن يرجع تاني عادي. هل الزمالك هيتاثر برحيل كارتيرون؟ من ناحيه الاستقرار الفني، وان خصوصا لو هتجيبي لعيب يعني احسن مدير فني يقدر يتولى مهمه الزمالك دلوقتي هو جروس، لان هو لسه ماشي قريب جدا من الفرقه، فعارف 80% من اللعيبه او عارف مستويات اللعيبه وعارف مفاتيحهم عامله ازاي، غير لما هتجيبي حتى فيريرا اللي بقاله فتره بعيد عن الزمالك او لعيبه الزمالك وباتشيكو او اسامي من الاسامي الجديده، لا طبيعي ان الزمالك هيتاثر، يعني لا في تاثر كبير هيحصل في فرقه الزمالك. طيب خلينا نروح للحديث عن السلة. طيب. والسلة في نادي الأهلي مؤخرا حسمت دوري سيدات. السلة في نفس اليوم اللي حسم فيه الدوري لكرة القدم. اتعاملتوا ازاي مع تخطيط الحدث بالنسبة للسوشيال ميديا اللي طبعا حضرتك مسؤول واحد داخل النادي الأهلي مسؤول عنه؟ هو خليني بس اوضح حاجه، وانا مسؤول في اتحاد السله. تمام. احنا في نفس اليوم ده كان في فعلا، احنا دايما بنبقى بنواجه مش مشكله بس بنواجه حته صعوبات شويه لما بيكون في ماتش قوي للاهلي او للزمالك او للاتحاد السكندري، حتى بما ان هم الانديه الجماهيريه الكبرى في الباسكت وفي نفس الوقت في القدم، لو في ماتش او في بطوله في نفس الوقت بيبقى التركيز كله للشعب المصري 80% او 90% كره القدم بالنسبه له هي رقم واحد، فبيبقى عندنا شويه صعوبه شويه ان احنا بنحاول نظهر الحدث بالزبط. بتاع بنحاول نظهر في وسط الحدث بشكل كويس، بس لما بنرجع ان احنا من اول الموسم الحمد لله الشغل اللي احنا كنا مجهزينه او ان احنا كنا مربطين شويه مع المواقع والصحف، وبصراحه الزملاء الصحفيين في تعاون كبير جدا ما بيننا وما بينهم، لا بيخلينا ان هم بيسالوا يا جماعه الماتشات امتى، البطولات امتى، فبنبدا نظهر وبنبدا بنكون موجودين في الساحه من اول السيزون، فده مخلينا ان احنا في وسط مكان الاهلي بياخد بطوله الدوري في القدم، لا في بطوله السيدات كان في تفاعل كبير جدا والناس كانت مهتمه جدا، سواء كجمهور اهلي او من ناحيه صحافه او من ناحيه حتى متابعين لكره السله نفسها يعني، فلا كان في تغطيه كويسه الحمد لله ليها يعني، وحتى اون تايم الشريك يعني بنشوفها شريك النجاح بتاعنا في الموسم ده والموسم اللي فات، في نفس الوقت اللي كان بتذيع ماتش الاهلي في القدم كان بتذيع ماتش الاهلي في السيدات، فهو نجاح مشترك ما بين القناه وما بين اللجنه الاعلاميه او اتحاد السله بشكل عام يعني.
طيب بالنسبة للفرق يعني ما بعد كورونا، هل فترة برضو التوقف يعني أثرت على الفرق؟ إزاي النادي الأهلي قدر إن هو يشتغل في الفترة دي ويحافظ على تصدره للدوري والحفاظ كمان عليه والتتويج بيه؟ احنا لو هنتكلم على السيدات يعني بشكل عام، طيب هو احنا كده كده كمجلس إدارة كان تم الإعلان من شهر 6 على ان احنا بداية عودة المنافسات تبقى في نص أغسطس، كان قبل ما يبقى فيه اي مؤشرات ان هي تبقى في أغسطس النشاط هيرجع او حاجة، بس كنا شايفين ان الوضع ماشي على ان خلال في شهرين بكتير جدا هيكون الدنيا ممكن ترجع تاني او يبقى فيه نشاط تاني، وده بالفعل اللي حصل بقرارات رئاسة الوزراء بعديها بأسبوعين. كل الفرق استعدت بشكل كويس. لو هنتكلم عن الاهلي بشكل خاص، الاهلي وصل كان هو مرشح من البدايه ان هو وسبورتنج هم اكتر فرقتين في الباسكت الموسم ده، كانوا مقدمين اداء كويس جدا. الاهلي وسبورتنج حتى المنافسه ما بينهم الموسم ده كانت قويه جدا. سبورتنج كسب ماتشين في الاول، بعد كده لما وصلوا فاينل سبورتنج كسب ماتش، بعد كده الاهلي كسب ماتش. الماتش النهائي بصراحه كان ماتش قوي جدا 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 بين الفرقتين، يعني نقدر نقول ان ماتش الاهلي والتتويج ساعتها كان يعني اطفا شويه من الاثاره بتاعه الماتش. ماتش كان قوي جدا، واتظلم ان هو جه في نفس يوم تتويج الاهلي ببطوله الدوري. يعني المؤتمر الصحفي لاول مره تعمل مؤتمر صحفي لمديرين فنيين بالظبط الاتحاد والأهلي في نهائي في نهائي الدوري. كلمني عن التجربه دي وازاي خدتوا القرار ده وبداتوا ان انتوا تفعلوها بالفعل لاول مره. طيب واحنا كل سيزون بنحاول ان احنا نعمل حاجه مختلفه او جديده شويه عن السيزون اللي فات. التفكير ان احنا ايه الجديد اللي احنا ممكن نعمله. اهلي واتحاد بقالهم فتره كبيره ما وصلوش للفاينل. الاهلي معايا كابتن اشرف توفيق مدير فني محترم جدا ومعاه فرقه كويسه جدا. الاتحاد السكندري بطل العرب وبطل الكاس مع كابتن احمد مرعي ومعاه فرقه كويسه جدا جدا جدا. فكان ان احنا عايزين نبقى بنفوكس شويه او نحاول نعمل شغل مكان او جديد على الناس في الفتره اللي فاتت. وبصراحه انا احب اشكر الناديين او المديرين الفنيين للفرقتين ان هم تعاونوا معانا في الفكره. بصراحه الفكره جت للتيم ان احنا اتكلمنا مع كابتن محمد عبد المطلب او المهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد في ان احنا في فكره 1 2 3 حابين نعملها تبقى لايف على الفيسبوك. الصحفيين احنا حكم الاجراءات الاحترازيه اللي متاحه كان ممنوع او ما كانش ممنوع يعني، بس ما كانش بيفضل ان الصحفيين يكونوا موجودين في الفتره الاخيره في المسابقات. فكان المقابل ان احنا حابين نقدم الخدمه للصحفيين لغايه عندهم، خليك في مؤسستك او خليك في المكان اللي انت فيه، احنا هنوصل لك المعلومه لغايه عندك وهنوصل لك الشغل اللي انت عايز تعمله لغايه عندك. وكان بالتالي فكرنا في فكره المؤتمر الصحفي مع كابتن اشرف توفيق ومع كابتن احمد مرعي في نفس الصاله. اثناء التدريبات كان باين في الباك جراوند التدريبات كانت شغاله للفرقتين اخر يوم قبل انطلاق الفاينل، وكنا لايف زي ما بقول لحضرتك على الفيسبوك. الصحفيين بعتوا لنا اسئله وبعتنا لهم كمان الحوار، فده خلى الناس تخش في المود بتاع الدوري. يعني احنا لو بصينا اصلا في الدوري الباسكت اخر كام سنه مفيش فرقه بتاخد الدوري مرتين او ثلاثه ورا بعض، عكس القدم وعكس الهاندبول وعكس الفولي بول كمنافسه على بطوله الدوري. لا الباسكت انا بشوفها ان هي اقوى مسابقه موجوده في مصر، ممكن مش واخده نفس الجماهيريه بتاعه القدم، بس كمنافسه لا مفيش فرقه في اول الموسم تقدري تقولي ولا في نص السيزون حتى ان الفرقه دي هي اللي هتاخد الدوري او ان هي تاخد سنتين ثلاثه ورا بعض. فلا في منافسه قويه، وعلشان كده حبينا ان احنا نعمل حاجه جديده بفكره المؤتمر الصحفي. طيب اخيرا هيتم تنظيم بطوله في افريقيا في مصر. ثلاث بطولات افريقيه في مصر، ازاي بتشتغلوا على الحدث ده من دلوقتي؟ احنا عندنا بطوله تصفيات افريقيا الدور الاول، دي هتبقى في اسكندريه ان شاء الله في نوفمبر. مسؤول عن اللجنه ديت استاذ عمرو مسلحي عضو مجلس اداره الاتحاد. وعندنا بطولتين افريقيا تحت 18 سنه في شهر ديسمبر هيبقوا في القاهره ناشئين وناشئات. هنبدا الاستعداد لبطوله الرجال الاول بما انها الاقرب. المفروض ان شاء الله في اجتماع مع اللجنه المنظمه خلال الاسبوع اللي جاي اللي احنا فيه دوت الاسبوع اللي احنا فيه، علشان نبدا نحط سيستم ان احنا ازاي هنشتغل. هل هيبقى موجود جماهير مش هيبقى موجوده؟ هل هيبقى في مركز اعلامي متاح هناك ان دخول الصحفيين، خصوصا البطوله هتبقى في اسكندريه مش في القاهره، فهل هيبقى مسموح للصحفيين ان هم يحضروا ولا لا؟ هنبدا نستعد لها بشكل كويس. بعتنا للاتحاد الافريقي من اول امبارح الضمانات اللازمه ان مصر قادره على استضافه البطوله
وفقا للاجراءات الاحترازيه ووفقا للتعليمات اللجنه الاولمبيه ووزاره الشباب والرياضه وحتى الاتحاد الدولي الاتحاد الدولي لكره السله اسف. فبعتنا لهم الضمانات وان احنا قادرين، وده كان النتيجه بتاعته ان احنا اسند لينا بطوله افريقيا للناشئين والناشئات في شهر ديسمبر، لسه ما تحددتش امتى بالظبط بس هي خلاص هتبقى في شهر ديسمبر، في اخر شهر ديسمبر. فلا الحمد لله احنا على المستوى التنظيمي في اتحاد السله للبطولات، لا الحمد لله احنا ماشيين بشكل كويس وبنقدم نتائج مشرفه جدا على مستوى الاداره يعني. توفيق باذن الله ونشوف الحدث على اكمل وجه زي ما احنا دايما متعودين طبعا على تنظيم مصر لاقوى البطولات في كل المجالات. استاذ امجد الغنيم ومدير تحرير موقع الاهلي دوت كوم ومسؤول المركز الاعلامي اتحاد السله، انا بشكر حضرتك، بتمنى لك التوفيق باذن الله. الله يخليك، شكرا. شكرك. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل اخر فقراتنا الحواريه، ابقوا معنا. مرحبا بحضراتكم مرة تانية وآخر فقراتنا الحوارية أسئلة وأجوبة مع ضيفي النهاردة اللي منورني في أون تايم كابتن علي عاشور لاعب المقاولون العرب السابق. مساء الخير عليك يا كابتن. مساء الخير يا أميرة، ازيك؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. كابتن علي، يعني حابة قبل ما نبتدي اللعبة بتاعتنا أسأل حضرتك في الحقيقة، الدوري لو هنتكلم عن الدوري للنادي الأهلي المركز الثاني لسه ما زال عليه جدل وعليه صراع، مين الأقرب لحسم المركز الثاني؟ هو المركز الثاني بقى عليه يعني صراع وجدل بالنتائج الأخيرة بتاعت الزمالك، يعني الزمالك شوية فوق شوية تحت، تلاقيه بيكسب مباراة يجي المباراة اللي بعدها يخسر أو يتعادل مع كمان فرق بالأسماء المفروض إنها في المتناول يعني. لكن الموضوع دلوقتي بقى صعب شوية، كمان لو احنا قلنا ان الزمالك في نهايه الموسم هيتخصم 3 بونت بتوع مباراه الاهلي فلازم يكون ده في الحسبان يعني. وبعدين اذا كنت انت مثلا نادي الزمالك، اذا كنت انت عندك اهداف انك انت بتجرب بعض اللعيبه او كسبت لعيبه فعلا الفتره اللي فاتت، لكن ده ما يبقاش على حساب جماهيريتك وعلى حساب الجمهور بتاعك وعلى حساب الشعبيه بتاعتك وعلى حساب مكانتك، خاصه انك انت داخل على يعني مباراه دور قبل النهائي، مباراه قويه ومباراه مهمه جدا. فبالتالي كنت المفروض انت حتى لو انت بتلعب على المركز الثاني اللي انت حطيت نفسك فيه، وليه حط نفسه فيه؟ لان هو الزمالك حتى من بعد موضوع الكورونا لو رجع بعد الكورونا كان بيلعب ومركز في الدوري كان ممكن يكون الفارق بقى قليل مع النادي الاهلي في ظل النتائج بتاعت النادي الاهلي، سواء التعادلات او سواء هو كمان ان هو لما كسب النادي الاهلي او حتى كمان بالاداء اللي موجود في النادي الاهلي. فانت سلمت الدوري من بدري يعني انت من بدري كده سلمت الدوري وراجع انك انت بتلعب او بتأدي، طب اضعف الايمان يعني حافظ على وجودك في المركز الثاني علشان بطولة افريقيا مش مضمونة، فانك انت تقدر انك انت تشارك في دور الابطال اللي هو السنة اللي جاي. لكن دلوقتي بقى الموضوع ما بقى يعني الزمالك رقم واحد انه ممكن يكون في المركز الثاني، لكن في ناس جاية بتخبط في كعبه من ورا يعني زي بيراميدز وزي المقاولين. النهارده المقاولين فرق 6 بونت بينه وبين الزمالك، بيراميدز فرق 7 بونت، لو كسب النهارده هيبقى الوضع يكون مختلف. فلازم بالتالي لازم يكون يعني حاسس اكتر من كده بالقيمه بتاعته كمان كنادي يعني. لكن الاداء الفتره اللي فاتت لا يعني، بصرف النظر حتى عن ان كارتيرون مشي او ما مشاش او كده، انت برضو الكيان بتاعك واسمك الكبير لازم يكون تحط نفسك في الوضعيه اللي هي المناسبه بالنسبه لك يعني. فان كنت انت من ساعه الكورونا انت صنفت نفسك ان انا خلاص هبقى تاني، يبقى اضعف الايمان انك انت تقعد تاني وانت مستريح. طيب خلينا نبتدي اول لعبه معانا، ومعانا 20 بوكس هيظهروا على الشاشه، حضرتك هتختار منهم 10 بشكل عشوائي، ورا كل بوكس سؤال، هنختار رقم ايه اول حاجه؟ طيب انا هختار 15. 15 رقم التيشيرت بتاعي. مين هو افضل لاعب في الدوري الموسم الحالي؟ كان لحد فترة يعني 3-4 ماتشات عبد الله السعيد. ومن 3-4 ماتشات ايه اللي حصل؟ عبد الله اتصاب بعيد مش موجود ما بيشاركش الفترة يعني الأخيرة. يعني مفيش حد كان بينافس مع عبد الله يعني؟ لا هو في ناس أدوا يعني عندهم ثبات في مستواهم وطول الموسم وأدائهم واحد، وفي فرق برضو كده. لكن يبقى عبد الله اللي هو اللاعب اللي بيعمل الفارق مع فرقته، بدليل ان هو حتى لما غاب عن فرقه بيراميدز
اتأثرت بعدم وجوده. لكن في ناس تانية عندها مستوى ثابت طول الموسم زي محمد الشناوي في النادي الأهلي، يعني في الحاجات حتى اللي بتيجي عليه أو كده اتعامل معاه بشكل كويس، وفي مباريات كتيرة جدا كان ممكن النادي الأهلي يطلع خسران المباراة أو متعادل. الشناوي توفيقه تقل في الملعب كبير طبعا. لكن يعني بشكل عام عبد الله السعيد. طيب هنختار رقم ايه كمان؟ اختار رقم واحد. ما هو سبب الطفرة التي يعيشها المقاولون العرب الموسم الحالي؟ والله مش الموسم الحالي بس، يعني هو اكتر الموسم الحالي تألق زيادة الموسم الحالي. المقاولين ما وصلش للمكانة دي أو للمستوى ده. أنا فاكر من وقت ما احنا كنا بنلعب موسم 99 اللي احنا خلصنا في الدوري، كنا ثالث الدوري بعد الأهلي وزمالك، وكان نتائجنا في الموسم دي كانت قوية جدا. يعني كسبنا الأهلي 2-0، المباراة الثانية تعادلنا 2-2، كسبنا الزمالك 3، المباراة الثانية تعادلنا 1-1، وكان نتائجنا بقى مع الفرق الثانيه كنا، يعني انا فاكر كان مزارع دينا كان موجود في الدوري، كسبنا 7-0 محله 6. الطفره اللي موجود فيها المقاولين السنه دي، عشان نرجع بس للسؤال، هي راجعه لاسباب كتير. رقم واحد الاستقرار طبعا، ده رقم واحد، والاستقرار ده موفره مجلس اداره، ودي كعاده نادي المقاولين. اي حد بيشتغل في نادي المقاولين، النادي كمنظومه يساعدك على النجاح. الاكثر الفرقه عندها تركيز، ومش بس من اللعيبه، لا من الجهاز الفني. عماد للامانه يعني عامل حاله، وعامل حاله جيده وحاله كويسه جدا. وانا بتفرج على الماتشات، انا ببص في وشوش اللعيبه والجهاز الفني، لا هم محددين الهدف بتاعهم من اول الموسم، هم عايزين يبقوا فين، هم مش عايزين يبعدوا عن المربع الذهبي، هم عايزين السنه دي ان شاء الله الموسم ينتهي والمقاولين يكون بيشارك في بطوله افريقيا. لما بيبقى عندك هدف وبتشتغل ليه وبتسعى للهدف ده، فبالتالي التوفيق بيبقى حليفك. فانا شايف ان كل حتى ماتشاتهم بيحاولوا ان يطلعوا اقل خسائر. اقربها مباراه الاتحاد امبارح لحد الدقيقه 93 وبيجيبوا جول، بدل ما اخسر المباراه نفسيا كمان، وان انا اخسر 3 بونط على ملعبي، لا ان انا اقدر ان انا اتعادل، واقدر ان انا على الاقل يعني المقاولين ان شاء الله باذن الله تعالى مش هيقل عن مركز رابع، ممكن ثالث، وممكن يكون افضل. يعني لان زي ما قلت لك عندهم كمان مجموعه لعيبه كويسه جدا، خاصه في الجزء الامامي. يعني امبارح عماد غير الثلاثه اللي بيشتغلوا في الجزء الهجومي، ونزل ثلاثه وطلع ديفندر ونزل واحد رابع. وبرده العدد اللعيبه اللي هي الموجوده في السكور اللي حصلت بعد انك انت عندك 5 تغييرات بعد الكورونا، دي فرقت مع انديه اكتر جدا منها نادي المقاولين العرب. نتمنى ان شاء الله ان الموسم ينتهي والمقاولين ان شاء الله يكون في مكانه اللي هي تناسبه، لان انت عارف حركه المقاولين ثالث نادي في البطولات بعد اهلي والزمالك، وان شاء الله يرجع لبطوله افريقيا تاني باذن الله ان شاء الله. هنختار رقم ايه كمان؟ اختار رقم 16. 16 هل ترى ان دفاع الاهلي هو الاكثر احتياجا لتدعيم في الميركاتو؟ هو دفاع الاهلي محتاج تدعيم، بس مش دفاع الاهلي بس للامانه، هو الاهلي عنده مشكله في العمق في قلب الدفاع. يعني حتى لو حضرتك ملاحظه هتلاقي في تغييرات كتير جدا بتحصل في المكان ده. يعني مره نلاقي ربيعه مع ياسر ابراهيم، ومره نلاقي ياسر مع ايمن اشرف. سعد طبعا بعيد بقى له فتره مصاب. الاهلي محتاج في قلب الدفاع، محتاج ان يبقى عنده اكتر من لعيب، محتاج كمان في الهجوم بالامانه. يعني المهاجمين اللي في النادي الاهلي مش مقنعين ان هم يبقوا مهاجمين النادي الاهلي. الاهلي لو جينا نقول المراكز بتاعته اللي فيه ثبات في المستوى او تالق في المستوى، نلاقي الشناوي طبعا رقم واحد، عنده باكين الطرف شغالين بشكل كويس، عنده بقى الجزء الهجومي. ممكن انا كنت يعني بتكلم مع حد من الاصدقاء في الموضوع ده امبارح، انت دلوقتي خدت الدوري كنادي الاهلي وما عندكش اي قلق، ولاعب زي كهربا ده ما بيلعبش ما بيشاركش، طب ما تلعبه، اديله الماتشات بقى، اديله الماتشات من بدايتها. وبعدين لما تلعبه في حاجه اميره للاعيب الكوره، رقم واحد في المركز ورقم اثنين ورقم ثلاثه. هو كهربا بيحب يلعب ناحيه الشمال عشان يجي لجوه او يروح، يعني عدلته كده في الملعب، فما تجيش حتى لما انت تشاركه تلعبه ناحيه اليمين عشان تاخد منه افضل حاجه، لان انت المفروض دلوقتي انت بتعد للدور قبل النهائي في بطوله افريقيا. طيب هنختار رقم ايه كمان؟ رقم 7. 7
مين هو أفضل مدير فني تدربت معه في مسيرتك؟ والله مدربين كتير، بس في ناس يعني أصحاب فضل عليا. يعني أنا هقول كده من البداية، أنا ما انساش طبعا فضل كابتن غانم سلطان، ده كان مدربي في ناشئين الزمالك، هو ده اللي جاب نادي الزمالك. كان عنده إيمان بقدراتي، وكتب عليا في بعض الصحف ان هو برشحني لمنتخب مصر، وان كان لسه بقى لي يومين في النادي، فطبعا صاحب فضل عليا. بعد كده لما اتنقلت نادي المقاولين العرب، معظم المدربين اللي اشتغلت معاهم، سواء مستر باتريسيو ده كان برازيلي، مستر جوزيف بيرجر ده كان مدرب منتخب النمسا من المدربين الكبار، مايكل كروجر برضه من المدربين الكبار اللي خدنا معاهم بطوله افريقيا. مدربين مصريين كلهم اشتغلت معاهم، كابتن محمد رضوان، مدربين برضو اللي كان ليا فترة معاه وأدانا كمان كان قوي جدا في الفترة اللي هو كان ماسك فيها النادي، كابتن أحمد رفعت الله يرحمه. فمعظم المدربين الحمد لله أنا كنت لعيب أساسي، وكنت دايما بلاقي لي حظوظ أني موجود مع معظم المدربين. طيب عايزين نختار رقم كمان. 17 عشان حل. مين هو أفضل مدير فني مصري في الدوري؟ ما تقوليش كتير وتقولي اسم واحد بس. لا، هو احنا لو بنتكلم بالأداء السنة دي في الموسم ده، عماد النحاس. عماد النحاس للأمانة، يعني عماد عامل موسم قوي جدا مع المقاولين، ويا رب ربنا يكملها له على خير ويستاهل كل خير، ومدرب شاطر ومجتهد وبصمته باينه على الفرقه. خلي بالك مهمه قوي، في مدربين يعني مدرب ممكن يكون بس هو عنده حظ، وفي مدرب لا هو باين ان هو ليه بصمه مع الفرقه. الاهم من كده انا بشوف كل اللعيبه اللي بتلعب او اللي قاعده ما حدش عنده مشكله، قادر المهم الهدف هو قادر يسيطر على الفريق ويقنعه. غير كده كمان يا اميره، في حب موجود. ما هو انت ممكن تكون قادر تسيطر وما فيش حب موجود بين المجموعه، فربنا سبحانه وتعالى ما يكرمش. فدي موجود عند عماد، ربنا يوفقه يا رب ان شاء الله، ويحقق ان شاء الله اللي هو الامل بتاعه انه يطلع في مركز كويس ويتاهلوا بطوله افريقيا باذن الله. طيب عايزين نختار رقم كمان. اختار رقم 9. 9 جيل الثمانينيات، جيل 2002، من الافضل في الزمالك؟ جيلين يعني؟ جيل اللي هو الثمانينيات ولا جيل 2002؟ والله من وجهة نظر حضرتك الجيلين فيهم كان فيهم لعيبه كبيره جدا، ولعيبه يعني انا بتفرج دلوقتي على الماتشات اللي هي القديمه بتاعت نادي الزمالك، لا يعني اللعيبه يعني مع حفظ الاسماء يعني النجوم، سواء جمال عبد الحميد، ايمن يونس، طارق يحيى، محمد حلمي، محمد صلاح، فاروق جعفر لما كان موجود، كوارشي الله يرحمه. جيل 2002 كان جيل برضو عظيم، يعني انا فاكر كان موجود برضو معاهم حسام وابراهيم في التوقيت ده، تامر عبد الحميد وهيثم فاروق وبشير التابعي، كل جيل كان ليه طعم، طارق السيد وطارق السعيد. لا بس يعني انا نفسي بس الجيل بقى اللي موجود دلوقتي يبص الاجيال دي، يعني يتعلم الاجيال دي شويه يعني. طيب خلينا نختار رقم كمان يا كابتن. وانا اختار كم رقم؟ 10. 10؟ طيب اختار رقم 3. 3 هل الزمالك حسم المركز الثاني ومن الصعب التحاق المقاولون العرب بيه؟ لا، اللي احنا شايفينه ده لا، الزمالك توقع من الزمالك كل حاجه، والمقاولين بالاداء بتاعه لا توقع ان هو ممكن يروح لحته ثانيه يعني. وخلي بالك احنا الدوري دلوقتي بقى الاربع مراكز اللي فوق بقى اهلي زمالك مقاولين بيراميدز، هم دول بشكل كبير، لان الجاب كبير قوي بين الخامس وبين الرابع يعني. فالمركز الثاني لا، الا اذا انت يعني مثلا بنتكلم في ماتشين ثلاثه اللي جايين، الزمالك قدر ان هو مثلا بيكسب الماتشات بتاعته والفرقه الثانيه بتتعصر. وخلي بالك انت ما تنسيش بيراميدز، يعني بيراميدز كمان من الفرق اللي عندها لعيبه كويسه وعندها قدرات، ممكن في اي توقيت تلاقيه جاي ومحدش حاسس بيه يعني. طيب خلينا نختار رقم كمان. اختار رقم 14. 14 هل المدرب المصري مظلوم في الاهلي والزمالك وهناك كوادر تستحق فرصه؟ طيب انا هبدا بالاخر، ومن ناحيه هناك كوادر تستحق، في كوادر تستحق الفرصه. بس هو خلاص احنا بقى عندنا في مصر يعني
زمر الحي لا يطرب، يعني ما خلاص ما عندناش قناعه ان حد يمسك اهلي او زمالك مدرب مصري غير اجنبي لاسباب كتير. ما فيش قناعه رقم واحد. رقم اتنين، المدربين بتبقى قاعده مستنيه لبعضها. رقم ثلاثه، ما فيش صبر عليه كمدرب. فخلاص هو المدرب المصري دلوقتي بقى اهلي وزمالك ما معروف ان هو بيجي مرحله تحصل مشكله نجيب سين او صاد تسيير اعمال لغايه بالظبط لحد ما نجيب حد تاني وبرده اجنبي والدنيا تمشي يعني. والاجانب بيجوا اول ما بيلاقوا الفلوس بيسيبونا وطيروا. طيب هنختار رقم ايه كمان؟ اختار رقم ستة. ستة، مين هو اللاعب الذي كنت تحلم ان تصبح مثله يوما ما؟ بصي، انا في اتنين لعيبه في مصر كنت بحبهم جدا، كابتن حسن شحاته وده مثل اعلى ليا، وعلاء ميهوب في النادي الاهلي. انا حتى كنت احب ان انا اقلدهم يعني، لكن على المستوى العالمي بلاتيني وزيدان. كان زيدان شويه سنه قريب شويه، لكن دي اللعيبه اللي كنت حتى لحد دلوقتي بحب اشوف فيديوهات ليهم واقعد اتفرج عليهم يعني. هنختار اخر رقم ايه؟ آخر رقم أختار رقم، طيب، 10. إيه هو القرار اللي ندمت على اتخاذه؟ شفت أنت نشنت في رقم 10. أنا بختار الأرقام، ما كنتش عايز السؤال ده يجي يعني. لا، هو مش قرار واحد للأمانة، في قرارات كتيرة لو رجع بيها الزمن تاني ما كنتش هختارها يعني، كنت هاخد قرار تاني. من ان انا جالي نادي الزمالك ونادي الاهلي وفضلت ان انا اكمل، وبعد ما بطلت كوره لا اكتشفت انك انت بتخلص كوره في اهلي وزمالك بتبقى الدنيا مختلفه. منها عقود الاحتراف، جالي عقود احتراف وانا بلعب انديه قويه كمان، سواء في المانيا هانزا روستك الالماني او في ارو في النمسا او في سويسرا. يعني لو رجع بيا الزمن تاني اكيد لا كنت حتى يعني هاجع على نفسي شويتين يعني عشان انا احقق امل وطموحي. قرارات كابتن علي عاشور ندم عليها او ندم ان هو خدها في التوقيت ده، ولكن اللعبه لسه ما خلصتش. خلينا نروح لفاصل، لسه مكملين فقرتنا مع كابتن علي عاشور لاعب نادي المقاولون العرب السابق، وبعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين فقرتنا مع كابتن علي عاشور لاعب المقاولون العرب السابق وفقرة 10 على 10. كابتن علي، خليني أشرح لحضرتك اللعبة. صورة، إيجابي، سلبي، لا تعليق، معنا 30 ثانية، إيجابي بدرجة، سلبي بدرجة، لا تعليق، ماينس، هتنقص درجة، والدرجة من 10. أول صورة معنا أحمد الشيخ، إيجابي، قلت إيجابي ليه؟ يعني هو الشيخ في المحطات بتاعته في الكرة خاصة فترة المقصة كان ماشي بشكل كويس، حتى لما راح الأهلي ورجع تاني المقصة برضو أدى بشكل كويس. دلوقتي في الأهلي لما بياخد بيدي مردود كويس، بس هو محتاج إن هو يلعب أكتر من كده، ومحتاج كمان يحس بثقة المدرب. لو حس بثقة المدرب هتفرق معاه جدا، لو حس بثقة المدرب إن هو واثق فيه واثق في قدراته هيبقى أفضل من كده بمراحل، خاصة إن هو عنده ميزة كويسة إن هو كمان بيلعب على الجول كويس، يعني ممكن في أي وقت يسجل بالنسبة للنادي الأهلي. خلينا نشوف الصورة اللي بعدها، كابتن حلمي طولان، إيجابي. طبعًا. كابتن حلمي من المدربين الكبار، وهو مدربي في نادي الزمالك في السابق يعني. كابتن حلمي كمان السنة دي على المستوى التدريبي، كابتن حلمي مسك إنبي كان عنده بونت، أنا فاكر كويس، نقل الفرقة نقلة تانية مختلفة خالص. وحطها في حته تانية، يمكن امبي دلوقتي بيجي سادس او سابع، يعني يمكن بيجي بعد الاتحاد او يمكن متساويين في الرباط، فلا عامل موسم هايل وموسم رائع، وهو استاذنا بتمنى له التوفيق ان شاء الله ويكمل الموسم على خير ودايما في تقدم باذن الله. الصوره اللي بعدها، كابتن طارق يحيى. ايجابي. يعني كابتن طارق يعني ايجابي في ايه؟ في حبه للمكان يعني، يعني هو في اي وقت النادي بيطلبه ما بيتاخرش. بس انا بس ليا كابتن طارق يعني مش هقول عتاب يعني، يعني كابتن طارق انت جيت ومسكت الفرقه، يعني الموضوع بقى ان جه قبل المباراه بيومين والكلام ده، لا انا مش معترف بالكلام ده، لان كابتن طارق موجود في النادي على طول باستمرار،
وكان موجود مع الفرقه وموجود مع اللعيبه دي. لكن هو يحسب له انه في اي وقت النادي بيطلبه بيكون موجود. الاهم كابتن طارق الفتره اللي جايه على ما يجيبوا مدرب اجنبي لازم انت تكون دايما كلامك مع اللعيبه وشغلك مع اللعيبه. ما ينفعش نادي الزمالك يبقى بالوضعيه دي، ما ينفعش نادي الزمالك يخسر المباراه اللي فاتت بالشكل ده والاداء ده، صعب يعني. خلينا نشوف اللي بعده. رمضان صبحي سلبي طبعا. ليه؟ يعني انا هتكلم، انا لو انا مكانه وسلبي عشان الموقف الاخير، الموقف الاخير بتاعه. انا وجهه نظري هو خسر كتير، هو كسب ماديات وكسب فلوس وكده، لكن جماهيريه النادي الاهلي، شعبيه النادي الاهلي والنجوميه بتاعته في النادي الاهلي ما خسر كتير قوي، وحتى الفلوس اللي هو خدها في بيراميدز كانت مع الوقت كانت هتجيله في النادي الاهلي. ما كنتش اتمنى ان هو بصراحه يعني لو انا مكانه ولو هقعد في النادي الاهلي ببلاش ما كنتش همشي، فعشان كده انا قلت انه سلبي. خلينا نشوف اللي بعده. طاهر محمد طاهر. طاهر لعيب رائع بصراحه، لعيب هايل، عنده قدرات كويسه جدا. هو على المستوى الشخصي انا ما اعرفش شخصيته يعني، لكن هو لو شخصيته كمان متزن ومعتدله هيفرق جدا جدا مع النادي الاهلي، والسنه اللي جايه هيبقى في حته تانية، لان هو بيمتلك القوه ويمتلك السرعه وبيلعب دماغه كويس، عنده حته تصوب على المرمى سواء باليمين او بالشمال، عنده كمان حته الروح عاليه قوي واصراره ان هو، من واضح ان هو من اللعيبه اللي بيحب دايما المكسب. فانا شايف لا طاهر ايجابي، والفتره اللي جايه بتمنى له التوفيق، ولو فضل كده والنادي الاهلي كمان هيزوده هيعليه، لا مش هنلاقيه موجود في مصر، هنلاقيه ان شاء الله محترف ويبقى من المحترفين المميزين باذن الله. خطوته المقبله تتوقع احتراف ما بعد النادي الاهلي؟ اتوقع بشكل كبير يعني، لان هو واضح ان هو لعيب عنده تركيز وعنده اصرار وعنده هدف، فوجوده في النادي الاهلي هيدوا له كمان باور ونجوميه اعلى، وان شاء الله يكون في حته ثانيه مختلفه باذن الله. الصوره اللي بعدها فايلر ايجابي. ايجابي بالارقام والنتائج، وحقق المطلوب منه او الجزء الاولاني في المطلوب منه، ان هو خد بطوله الدوري وخدها قبلها بسبع اسابيع، ودي يمكن من المرات القليله، كانت حصلت قبل كده مره او حاجه زي كده على ما اتذكر يعني. برضو اداؤه مع الفرقه، بس اداؤه قبل الكورونا شيء وبعد الكورونا شيء. يهيألي يعني ان هو برضو خد من تركيزه شويه موضوع ان جاي له عروض خارجيه وكده. هو كان جاي نادي الاهلي كان عامل زي اللعيب ما بيروح مكان وعايز يعمل حاجه ويمسك في الفرصه، هو كان جاي النادي الاهلي كده عارف النادي الاهلي هيكبره وهيعليه، خد الحته دي ما اعرفش يعني، ممكن بقى العروض والكلام كتير. الفتره اللي بقى اللي هي بعد الكورونا لا، الاداء مش اداء النادي الاهلي يعني، برضه بيغير كتير في وعنده اصرار على لعيبه، بيغير كتير في الفرقه خاصه الجزء اللي فوق، وعنده اصرار على لعيبه مش عايز اسمي يعني، بس يعني الناس كلها شايفه ان هي مش كويسه يعني، زي ما كنا بنتكلم على الشيخ ده، فما تدي للشيخ وليد سليمان. طبعا النادي الاهلي، طب انت جددت لوليد سليمان ليه؟ عشان تنزله نص ساعه وتنزله ثلث ساعه؟ وليد سليمان راجل لسه مجدد عقده من السنه اللي جايه ولاعيب كبير ويفرق مع النادي الاهلي، ما تدي له من بدايه المباراه. الاهم ان هو لازم بقى يبدا يشتغل على الماتشات بتاعه الدور قبل النهائي في بطوله افريقيا. طيب نشوف الصوره اللي بعدها. لونش ايجابي. يعني يمكن افضل لعيبه في الوقت الحالي في الزمالك يعني، تركيزه عالي وعنده ثبات في المستوى بقى له كام مباراه. نتمنى ان هو يكمل كده، هو كان جه عليه فتره كان بعد، خاصه بعد كاس العالم يعني، وكان موجود ضمن اللعيبه اللي كانت في كاس العالم بس ما شاركش. لو فضل بالشكل ده هيبقى له دور كمان مع المنتخب الفتره اللي جايه يعني. الصوره اللي بعدها مصطفى فتحي. ده واحد من افضل اللعيبه اللي موجوده في مصر، موهبه بس لسه ما خدناش منه اللي احنا متوقعينه منه يعني. مصطفى موهبه كبيره جدا، حظه وحش ان هو اتصاب كتير، حصلت له اصابات كتير، ان شاء الله هو بدا يرجع وبدا يحط رجله في الملعب. بس عايز اقول له حاجه بس، الكره مصطفى او انت بتلعب في نادي الزمالك لازم دايما يبقى في مكسب، مش هيتحسب لنا بعد المباراه انك انت عملت كعبه او عملت كوبري او الكلام ده، لا هيتحسب بعد المباراه انت خدت 3 بونت او ما خدتش 3 بونت، انت بدات ترجع وبدات تلعب حطت رجلك، والناس بتديك من بدايه المباراه دلوقتي، خرجك مثلا اخر ربع ساعه او اخر ثلث ساعه، الفتره الجايه بالنسبه لك ان شاء الله ربنا يكرمك ويبعد عنك الاصابات، ويكون مكسب كبير كمان للمنتخب المصري باذن الله تعالى. خلينا نشوف الصوره اللي بعدها.
وليد سليمان ايجابي طبعا. واحد من افضل اللعيبه واحد من افضل اللعيبه طبعا اللي موجوده في النادي الاهلي. فارق روحه قوي مع النادي الاهلي، ومن الواضح ان هو كمان نقلها للعيبه. اميز ما في وليد، وده عجباني فيه، ان ما عندوش اي تذمر، يعني يبدا المباراه يقعد ينزل نص ساعه ينزل ربع ساعه، تركيزه عالي، عشان كده بينزل بيبقى عنده المردود القوي. في كل المباريات اللي نزل وشارك فيها مع النادي الاهلي كان له دور، ودور كبير. عنده حته صناعه الاهداف موجوده، بيقدر ان هو يسجل اهداف، عنده كمان بيلعب بدماغه وليد على يعني طوله ده، وبيلعب بدماغه بشكل كويس، بيشارك في اكتر من مكان في الجزء اللي هو تحت الفرود، سواء 10 او سواء طرف ملعب يمين او شمال. فلا وليد ما شاء الله عليه، يعني ربنا يكرمه ان شاء الله ويفضل كده على المستوى ده باذن الله. دور القياده بالنسبه لوليد او وجوده كقائد في الملعب قد ايه بيفرق مع اللاعبين؟ اكيد طبعا. هو يعني وليد دلوقتي لقى نفسه، هو كان الاول كان مثلا موجود وليد وموجود فتحي وموجود شريف، يعني كان دول كانوا الثلاثه اللي هم الكبار يعني. دلوقتي فتحي وشريف بعد قرارهم ان هم يرحلوا عن النادي وموجودين في بيراميدز، فبالتالي هو دلوقتي وليد ومطلوب منه بقى ان يجيب حد تاني معاه. انا شايفها برضو بدات تكون موجوده في الشناوي، يعني هو عقليته ما شاء الله وعنده اتزان، ويبدا بعد كده يدخل السليه مع سعد مع الناس دي، انت عارفه هي سلسله بتسلم أكيد. بعض يعني. فلا عليه دور كبير ان هو ينقل ده للاعيبه، وخاصه اللعيبه اللي كمان بتدخل على النادي الاهلي جديد يعني. طيب خلينا نشوف اخر صوره معانا. بادجي سلبي. انا وجهه نظري مش ده اللعيب المحترف اللي يجي النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي بصراحه مش هو لوحده، هو والجيرالدو كمان يعني. يعني الناس كانت يعني متوسمه فيه، خاصه جمهور النادي الاهلي، ان هو يكون افضل من كده ويكون عنده المردود الاكثر من كده. يعني ما حسيتش ان في فيرود النادي الاهلي جابه مختلف او مغاير يعني. يعني انا لو انا بقيسه بمروان، انا عندنا لا مروان افضل منه. من وجهه نظرك مروان من وجهة نظر افضل منه طبعا. من بدج بس احنا يعني الناس دست عليه شويه الفتره الاخيره، بس زي ما اتكلمنا من شويه انا وانت، الاهلي محتاج في الحته دي محتاج حد في رودا. يعني شايف الافارقه اللي موجودين في المركز ده مش بقوه اسم النادي الاهلي؟ لا، انا شايف ان النادي الاهلي في عنده فرد كويس قوي، وشايف ان هو حقه يعني يرجع وياخد فرصته، وصدقني هيبقى مكسب لمنتخب مصر. احمد ياسر ريان للامانه يعني فرد بيمتلك كل المقاومات ما شاء الله، عنده طول كويس، عنده هيدرز كويس، محطه كويسه، بيسجل، عنده كمان ثقه في نفسه رغم صغر سنه. يعني في التوقيتات تيجي ضربه جزاء للفرقه بتاعته تلاقيه هو اللي داخل وبيروح وبيسجل. فلو كان خد يعني لو خد الفرص اللي خدها ده او خدها حد تاني، لا كان بقى ليه مردود كبير جدا مع النادي الاهلي. كابتن علي عاشور، لاعب المقاولون العرب السابق، 10 من 10. انا بشكر حضرتك، شرفتني ونورتني، سعدت بوجود حضرتك معايا. انا اللي بشكرك، مبسوط اني كنت موجود معاكي، وكل الشكر لفريق العمل. اشكرك. عشان ايه اشكركم على المتابعه. بكده وصلنا لختام حلقتنا، بكره باذن الله حلقه جديده من بي اون تايم. الى اللقاء.